إذا الإنسان لكي يكون مريض عنده فين يمشي؟ لكل داء دواء. أما وموسى عليه السلام ملي سول الله تبارك وتعالى في الحديث المعروف قال له من من الداء؟ قال مني. قال ومن من الدواء؟ قال أيضا مني. قال يا رب إذا كان الداء منك والدواء منك فماذا يصنع الأطباء؟ قال يطيبون نفوس عبادي ويأكلون أرزاقهم حتى يأتي شفائي أو يأتي قضائي. طبيب يعالج ولا يشفي، يعالج من عمره طويل ولا علاج من عمره قصير. إذا وظيفة الطبيب أشنو العلاج؟ العلاج هو رد العضو إلى مكانه، أما الشفاء هو إحياء العضو من جديد، وهذا بيد رب العالمين. وقد جعل الله من هذا الشفاء والأسباب هو العسل، العسل كيرد العضو من جديد. أش قال الله تعالى؟ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ما قالش علاج. إذا العلاج العسل، إذا شريطة أن يكون العسل ممزوجا بالماء، حيث الماء هو اللي كيحيي العسل، العسل هي مادة ميتة إذا أضيف عليها الماء زرع فيها الحياة للشفاء. أش قال الله تعالى؟ قال يخرج من بطونها شراب، حيث العسل ما يمكنش يكون شراب إلا إذا مزج بالماء، أما إذا كان كو غادي يكون غير أكل. فإذا هو وجعلنا من الماء كل شيء حي، ومن الحياة من الماء للعسل، فالعسل يحيا إذا مزج بالماء. هذا ما له علاقة بهذه المسألة.